وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة فاطمة الكوهجي رئيس نيابة في نيابة الأسرة والطفل. ما هي أهم ملامح قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والمقرر سريانه بمنتصف شهر أغسطس المقبل؟ مساكم الله بالخير. طبعا يعد صدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 2021 ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة ملك البلاد المفدى، وخطوة متقدمة لتعزيز الريادة التشريعية لمملكة البحرين إقليميا ودوليا في احترام حقوق الإنسان ورعاية الطفولة، ومن خلال ما استحدثه من كيانات ذات طبيعة قضائية واجتماعية لخدمة مصلحة الطفل، ومع إنشاء محاكم العدالة الإصلاحية وتزويدها بالخبراء في شتى المجالات لتقديم المشورة للقضاء عن مختلف جوانب حالة الطفل التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية، ومعاونتهم في اختيار التدابير أو العقوبة اللي بيتم توقيعها على الطفل جنائيا على أن يكون أحد الخبراء من النساء، فضلا عن إنشاء اللجنة القضائية للطفولة ونيابة متخصصة للطفل، واللي سبق لسعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل بعينين إنشائها، وكذلك مركز حماية الطفل لحماية الأطفال المعرضين للخطر أو إساءة المعاملة، من خلال مجموعة من تدابير الحماية رعي فيها التدرج من جانب والطبيعة الإصلاحية والحمائية للطفل من جانب آخر، واستهداء بالمبادئ والقواعد المنصوص عليها في الصكوك الدولية ذات الصلة، خصوصا اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مع تأكيد القانون على حق الأطفال مجني عليهم أو الشهود أو المتهمين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة في الاستماع إليهم وتفهم مطالبهم ومعاملتهم بما يحفظ كرامتهم ويضمن سلامتهم البدنية والنفسية والأدبية. كما يعد من أهم ما جاء في هذا القانون تشكيل لجنة قضائية مهمتها تطبيق الأحكام الانتقالية المقررة فيه، وذلك يأتي من خلال استبدال العقوبات المقضي بها قبل نفاذ القانون. نعم أستاذة فاطمة، إذا ما تحدثنا عن الاستعدادات التي قامت بها النيابة العامة والجهات ذات الصلة في سبيل إنفاذ هذا القانون في الوقت المحدد لتطبيقه، ما هي أبرز هذه الاستعدادات؟ طبعا في إطار الاستعداد لتطبيق هذا القانون، فقد تم إعداد المسودة الأولية للائحة التنفيذية وتحديد الاحتياجات اللوجستية الواجب توفيرها بالتنسيق مع عدة جهات، وتم مناقشة برامج التدريب والتأهيل بما يتناسب مع الفئة العمرية اللي بتخضع للقانون واللي يشكل إضافة نوعية للمنظومة التشريعية والقضائية العصرية، والإجراءات التنفيذية الضامنة لحقوق الأطفال فهما ثروة الأمم ومنبع نهضتها، وعلى الجميع الالتزام بحمايتهم وضمان معاملتهم دون تمييز وبقدر متساوي من المعاملة اللائقة والإنسانية، وضمان تلبية جميع الحقوق والمتطلبات الأساسية والاحتياجات الضرورية لهم بما يحفظ كرامتهم وسلامتهم ضد كل ما يعرضهم للخطر أو سوء المعاملة. نعم الأستاذة فاطمة الكوهجي رئيس نيابة في نيابة الأسرة والطفل، شكرا جزيلا لك.